مرحبا بكم تلاميذنا سنساتا في الجزء الثاني. نكملوا وظيفة التعامد والتوازي ومنصف الزاوية في بناء البناءات الهندسية. باش نخدموا توا تمرين 3 أو 4 إن شاء الله. إذا نبداو 3. رسمت عائشة مربعا أ ب ج د مركزه ميم، وقيس قطره بالسنتيمتر 8. ثم رسمت محوري تناظر اللذين يقطعان أضلاعه أ ب ب ج ج د د تباعا في النقاط س ع ن وط. ورسمت أيضا دائرة مركزها م وقيس شعاعها بالسنتيمتر 4. شو باش نعمل؟ أرسم بدور ما قامت به عائشة مستعملا المسطرة والبركار كالعادة، دائما المسطرة والبركار فقط. إذا نبدأ. إذا هي رسمت مربعا أ ب ج د مركزه م وقيس قطره بالسنتيمتر 8 سنتيمتر. إذا نبدأ أول حاجة القطر. إذا هذا القطر متاعنا، نرسم صعب لي رسم تقريبي. هو قاليني مربعا أ ب ج د. علاش الرسم التقريبي؟ باش نعرف المحور متاعي القطر. أما هو القطر، هو إذا القطر متاعي هو 8 سنتيمتر، اسمه أ جي، نسميه أو دل كما تحبوا، باش نسميوه أ جي. محوري تناظر اللذان يقطعان أضلاعه، ونكملوا الساعة توا. إذا مادام باش نصوروا القطران، دونك نرسموا هنا الموسط العمودي اللذان القطران يتقاطعان في المنتصف كالعادة. هنا حاجتنا بنقطتين. وهوني نصف القطر، الأقطار متساوية. إذا هون شنو نعمل؟ نحط علامة من فوق وعلامة من لوطا، يلزمهم قد قد باش نلقاو النقطتين اللي هما عنا أ جيم. نحنا دونك أ ب جيم، أ ب ب جيم، أ ب جيم، وهذه هي دل. وأرسم مربعي. كل معطى يعطيه هنا يلزمنا نكتبوه، وهنا يلزم الرسم التقريبي باش نعرف القطر متاعي شنو اسمه. اذا بعطيه ليش قال لي يقطعان اضلاع. اذا رسمت ثم رسمت محوري تناظر، محوري تناظره، مازالوا محاور تناظر، محوري تناظر يقطعان اضلاعه آ ب ب ج ج د و د آ تباعا في النقاط س ع ن ط. اذا مش نعمل محاور التناظر، يلزمني نعمل لوج على منصف منصفات اضلاع المستطيل المربع نتاعي. اذا كالعاده نفس الطريقه، اكثر من النصف ارسم الموسط العمودي. الموسط العمودي هو اهم حاجه في خدمتنا. اذا وابحث عن المنتصف، مش لازم نقعد نرسم في المستقيم هوني، فهمت؟ حاجتي بالمنتصف النقطة. إذا هو قال تباعا أ ب ب ج ب ج، وين يقطعها؟ في النقطة الثانية اللي هي ع. هكا تشوفوا، إذا هنا أ ب يقطعه س، تقطع أ ب في المنتصف، أما عين تقطع ب ج في المنتصف. إذا هنا هذه عين، نمشيو الأ ب. الموسط العمودي باش نلوجو على منتصف آب.
إذا منتصف آباء هنا، وقلنا تباعا آباء هي في النقطة سين، هذه نسميها سي، يمشيوا للمربع للضلع الموالي للمربع اللي هو آد، ونبحث عن كلغام غير ما نبدلوا الفتحة، الموسط العمودي، حددوها هنا على خاطر برشا علامات، عندن حددوها وابحثوا عن منتصف الضلع الثالث متاع المربع ادل. ادل هي في ط، ديما نرجع للتمرين متاعي، اباء تباعا قالك في النقطة س، ب ج في النقطة عين، جيم دل في النقطة نون، وإحنا تو في دل أ، دل أ في النقطة ط، مازال لنا نقطة واحدة، نفس العمل، إذا شكون مازال لنا النقطة نون، نون هي المنتصف جيم دال، باي نصورو محاور التناظر، نربطوهم ببعضهم، ديما يمروا محاور التناظر ب مركز تقاطع القطرين، وسين نون. سين باش نقلنا، ودائرة مركزها ميم وقيس شعاعها 4 سنتيمتر، إذا المركز ميم هو مركز المربع والشعاع هو 4 سنتيمتر اللي هو نصف، نحن عنا ضلع المربع 8، دونك نصفه 4 باش تجي الدائرة باش تتعدى على رؤوس، شفتوا هاني خديناها 4 سنتيمتر كما قلنا، حطينا البلكار في مركز الدائرة في مركز المربع ورسمنا الدائرة متاعنا والتي شعاعها 4 سنتيمتر، 4 سنتيمتر فهمنا، باش نلقاو المربع يتعدى طول من يتقاطع مع الدائرة. ما نوع الرباعي سين ع نون طا؟ هو قال إن ما نوع الرباعي، إذن هو مربع، وأعدل إجابتي، إذن نكتب هنا سين ا، سامحوني سين ع نسحب، دونك سين ع نون طا هذا نرسمه بلون مغاير، سين ع نون هذا الرباعي اللي يسأل عليه، ما نوعه؟ هذا سين ع نون طا هو مربع، علاش؟ لأن قطراه متعامدان، هاي كونه زاوية قائمة، لأن قطراه متعامدان في النقطة ميم، والقطران زاد ومتقايسان، القطران ومتقايسان، فهمنا قلنا القطر هنا 4 سنتيمتر اللي هو شعاع الدائرة، كل ما نمشيو هنا باش نلقاو القطر، الشعاع 4 سنتيمتر، القطر هو 8 سنتيمتر و4 سنتيمتر، فهمنا، وبالطبيعة باش تطلع أضلاعه متقايسة، لكن هذا نكتبه لأن قطره متعامدان في النقطة ميم ومتقايسان. مازلنا سؤال واحد وسؤال ثلاثة، ألون أجزاء هذا الشكل بأربع ألوان مختلفة بحيث لا يشترك فضاءان متجاوران في نفس اللون، إذن يلزمنا ناخد 4 ألوان
أربع ألوان. أجزاء الشكل بأربعة ألوان. الشكل متاعنا هذا المربع باش نلونه بأربع ألوان. هو قداش فيه من جزء؟ 1 2 3 4 5 6 7 8. إذا شو باش نعمل باش هما الألوان ما تتقابلش مع بعضها؟ ناخد كل فتحة زاوية مقابلة للفتحة الأخرى ونلونها، وهكذا لن تلتقي الأربعة ألوان بسرعة. لون آخر، وهذا زاد نجم نستنتج منه أن الزوايا المتقابلة بالرأس هاني متقايسة، اللي عندهم نفس اللون متقايسة نفس قيس الفتحة، فتحة الزاوية. نمشيو هذا التمرين ثلاثة، نمشيو للتمرين أربعة. إذن كالعادة ديما بحدايا أدواتي نرجع الألوان. إذا أراد أحمد أن يصنع مروحة من الورق المقوى، فرسم مستقيمين س وص متعامدين في النقطة أ، دائرة مركزها أ، قيس شعاعها بسنتيمتر 5 سنتيمتر، أربع مثلثات متقايسة الأضلاع لا تشترك إلا في الرأس، إلا في الرأس، بحيث أن النقطة أ أحد رؤوس كل منها، بقية رؤوسها تنتمي إلى الدائرة. به نبدأ نحن أرسم هذه المروحة. دونك نبدأ كما بدأ أحمد، مستقيمين سين وص متعامدين، مستقيمين مش قطعة مستقيم، هذه المستقيم الأولى سين، باش نرسم لها مستقيمين متعامدين في النقطة أ. نرسم أ، مادام قالي في النقطة أ، أول حاجة نرسم النقطة أ، أحدد هاني طرفي قطعة المستقيم اللي هي تمر منها صافي من النقطة A، ثم ناخو أكبر من A، واضح ولا؟ أكبر من A، وكالعادة الموسط العمودي، نزل نعم موسط عمودي نقطة واحدة، أما دائما ماذا بيا أفضل زوز باش هاني أحدد نقاط التقاطع، ثم أرسم الموسط العمودي اللي هو قطعة المستقيم التي تمر من آل هي ص. أكتب باه، ثم شنو نعمل؟ دائرة مركزها آ وقيس شعاعها بالسنتيمتر 5، ناخد قيس شعاعها 5 سنتيمتر. إذا ناخدو البلكار 5 سنتيمتر، ودائرة مركزها أ، وقيس شعاعها 5 سنتيمتر، إذا قطرها 10 سنتيمتر، الشعاع هذا 5 سنتيمتر من هنا لهنا. باه، ومن بعد قالنا أربعة مثلثات متقايسة الأضلاع لا تشترك إلا في الرأس، بحيث النقطة أ أحد رؤوس كل منها، بقية رؤوسها تنتمي إلى الدائرة، كل نصف مستقيم مبدأه أ في هذا الرسم حامل لضلع من أضلاع المثلث. إذن باش نعملوا مثلثات متقايسة الأضلاع، إذن ناخدو يلزم 5 سنتيمتر بطبيعة مادامها هي تنتمي إلى الدائرة رؤوسها. نجي لهاني أحدد نقطة، نقطة التقاطع، وهذه بالطبيعة 5، هذا المثلث رقم 1، نرسمهم بلون مغاير خيرا، شوفوا المثلثات متاعنا. إذن هذا ضلعه الأول، ينتمي رأسه إلى الدائرة وعنده رأس الآخر A، وهذا الضلع الثاني، وهذا الضلع الثالث، هي المثلثات تشترك إلا في الرأس،
دونك نمشي نرسم المثلث المقابل له. إذن ناخذ من هوني أرسم علامة ثم أرسم المثلث الثاني، يعني يشتركان في الرأس. هذا ضلع الأول، هذا الضلع الثاني، وهذا الضلع الثالث متاع المثلث تقاطع مع الدائرة. ميزالنا شنو؟ ناخد القطر الثاني ونرسم المثلث رقم 3، تقاطع الدائرة ونحطو علامة 5 سم، نفس الفتحة 5 سنتيمتر. إذن نفس الرأس، والمثلث رقم 3 ميزالنا مثلث واحد آخر اللي هو مقابل لهذا، كان على نفس نضلع هذا. دونك ناخدو هنا نحطو علامة على الدائرة 5 سنتيمتر ونرسمو المثلث رقم 4 باش يكون لنا مروحة. نزيدو في الاخر كي نكملو شنو نشوفو عملنا صح ولا لا. نقراو، اذا قال لي ارسموا 4 مثلثات متقايسة الاضلاع. إذا هنا عنا كل ضلع من المثلث هو 5 سنتيمتر، إذا أجبنا عن السؤال. متقايسة الأضلاع وأربع مثلثات، هذا 1 2 3 وهذا 4. قيسوا شعاعها، إذا لا تشتركوا إلا في الرأس، لا تشتركوا إلا في الرأس صحيح، بحيث النقطة أحد رؤوس كل منها صحيح، بقية رؤوسها تنتمي إلى الدائرة، كل رأس من رؤوس المثلثات تنتمي إلى الدائرة مراجل. إذن كل نص مستقيم من مبدأه آ في هذا الرسم حامل لضلع من أضلاع المثلث، يعني كل نصف مستقيم هذا اللي هو شعاع الدائرة هو المبدأ متاع المثلث متاعنا، متاع كل مثلث أضلاع المثلث. نعم، ما قيس محيط كل مثلث؟ دونك نعرف أن المحيط هو قيس الأضلاع اللي دايرة بالشكل متاعنا. إذا المثلث فيه 3 أضلاع، إذا قيسوا محيط المثلث. ما يطراش، استنى لحظة. هو الضلع في 3، خاطر عنا 3 أضلاع اللي هو 5 سنتيمتر في 3، فقيسوا محيط المثلث متاعنا 15 سنتيمتر. ما قيس فتحة الزاوية التي رأسها آ والمحصورة بين مثلثين متتاليين؟ وأعلل إجابتي. دونك الزاوية المحصورة بين مثلثين متتاليين، كان تحبوا هون نلون المثلثات باش نعرفوا شكون الزاوية المحصورة ما بيناتهم. بسرعة بس ما نطولش عليكم. دونك هذا المثلث وهذا المثلث ما بين 1 و4، شكون هي الزاوية؟ هذه هي الزاوية اللي حاجتنا به، هذه كم قيس فتحتها؟ زاوية محصورة بين مثلثين متتاليين. إذا شنو عندنا هون؟ عندي زاوية قائمة اللي هي تمثل تقاطع القطرين. إذا قيس الزاوية، هو قالك بعملية وأعلل ذلك. قيس الزاوية نورمالمون ناخد كيفاش نعرفوه؟ 90 درجة باش نحي منها، مادام هذا مثلث متقايس الأضلاع، وإحنا قلنا المثلث قيس أضلاعه 60 درجة، 180 درجة سامحوني. إذا كل زاوية فيه تساوي 60 درجة باش يولي مجموعهم الكل كايا 180 درجة. إذن عندي هوني زاوية قائمة 90 درجة، 90 إلا 60 إلا 60 اللي هي فتحة الزاوية، زاوية المثلث في الرأس، نلقى 30 درجة
والتعليل لأن المثلث متقايس الأضلاع، قيس متقايس الأضلاع زواياه متقايسة، كل زاوية تساوي 60 درجة، زواياه متقايسة، كل زاوية 60 درجة. دونك نطرح من الزاوية القائمة 90 درجة، نطرح منها 60، أجد قيس فتحة الزاوية المحصورة بين مثلثين متتاليين. وهذه هي آخر سؤال في التمرين بتاعنا. إن شاء الله تكونوا استفدتوا، وإن شاء الله كنتوا شفتوا كل شيء، وديما ادعمونا وابوني وبارتاج سورتو، وشكرا لكم. وكان فما اي حاجة عملونا كومنتير، اي سؤال، اي تمرين تحب نخدمه لكم، وان شاء الله بالتوفيق لتلامذتنا كل سنة سادسة وبالنجاح والتفوق. شكرا.